FM. الكلمة ليك في الهيكلة مثلا، نحن نعتبره سيد حبيب بسيط أخطأ خطأ كبير حينما ألغى خطة كتابات الدولة. بقينا نشوف في نتائجها اليوم. نتائجها أنه فما دي بي دي جي في وزارات يتحكموا في الوزارات، ولا ثم وزارات ما نجموش نعملوا فيها حاجات كبيره من غير كاتب دوله. احنا مثلا وزاره التربيه ما نجموش نعملوا اصلاح التربيه من غير كاتب دوله، لان وزير التربيه عنده 12 نقابه، عنده مشاغل، عنده كذا، ما نجمش هو يلزم انسان متفرغ للموضوع الاصلاح التربيه ومختص في الملف هذا، ملف الاصلاح التربي، لانه ملف استراتيجي. الوزير يعني يسير اليومي في الوزاره، ولا طبعا تحت اشراف وزير التربيه، باش يخدم مش باش يخدم وحده، ولكن هذا ملف يتطلب تفرغ لانه ملف مهم ينتظروا فيه التوانسه سنوات وسنوات. مثلا احنا تحدثنا في فتره حتى مع سي حبيب السيد لما تولى الحكومه، اليوم محتاجين لكتابه دوله صلبه رئاسه الحكومه تهتم بالمؤسسات العموميه. الكلمه ليك.